نسبه النجاح في الزيجه الثانيه للمطلقات بتعلى قوي، لان المطلقه بتكون خدت خبره برضو، معرفه الرجاله مش سهله، معرفه الستات لغز محير جدا. طبعا انا قعدت 22 سنه في حياتي ادرس السيدات، وبقى 20 سنه ولسه ما يعني تقريبا فهمت 70% تقريبا لحد دلوقتي يعني. لا هو انا سالت سيدات كتير قوي وجروبات مطلقات وحاجات زي كده، بخش بحب اخش الجروبات دي قوي يعني عشان اعرف الناس، ما اعرف منين اعرف مثلا، اعرف عايز اعرف 200 مطلقه اجيبهم منين الا من جروب على الفيسبوك يعني، او اعرف مثلا 200 واحده ارمله او 200 واحده مش مخطوب، مش جروبات الجواز التعارف دي، بدخل باسماء مستعاره يعني عشان اعرف اللي بيفكروا في ايه، ما انا هجيب المعلومات دي منين، وعشان برضه لما اتكلم بتكلم عن خبره واقعيه. فبخش في الجروبات بتاعت التعارف وجروبات الجواز وجروبات الطلاق والحاجات دي كلها، واعرف ان هم بيبقى عندهم يعني فعلا حاسين بنظر المجتمع ليهم ان الست المطلقه مطمع، وعايزين بقى نغير الشكل التقليدي ده، ان المطلقه مطمع والمطلقه دي غلطانه والمطلقه حتى لو مرتين يعني، بس مش تلاته يعني، برضه مش عايز اقول ان تلات مرات طلاق برضه كتير شويه يعني، لازم تشوف نفسها في ايه الموضوع يعني. لكن مره حصل الطلاق ما فيهاش مشكله خالص، مرتين ممكن تكون كانت صغيره قوي يعني، برضه في ناس بيتجوزوا في سن 16 سنه. احنا عندنا علميا الفرونتال لوب اوف ذا برين اللي هو الفص الامامي للمخ بينضج في سن 22 24 سنه. فده مسؤول عن ايه بقى؟ عن الحكم على الامور والاختيار. فلو البنت اتجوزت قبل كده، هو البنات بينضج قبل الولاد شويه، فمعظم البنات بيتجوزوا 20 سنه 18 سنه 17 في الارياف، 15 كمان في الارياف او 16 مع عشان يبقى معاها بطاقه يعني. فطبعا لسه ما الاختيار هنا والحكم على الامور خاطئ، وبالتالي يبقى الجوازه خاطئه فيحصل طلاق، فمش عيب يعني. عايزين نشيل الوصمه دي ان المطلقه دي ما هياش دي حاجه عاديه خالص. وبعدين احنا في اي عماره بتلاقي خمس مطلقات، في اي شارع بتلاقي 10 مطلقات، والرجاله المطلقين برده كتير، ده مش عيب بالعكس، عايزين نحاول تاني. وجواز المطلقه بيبقى اعتقد يعني ممكن يكون اسهل شويه، لان برضو البنت بتقول لك انا ليا طلبات وانا عايزه مش عارف في ريسبشن، بتلاقي المطلقه زي ما قلت لك ممكن نتجوز عادي ومش لازم يعني نروح شهر عسل، خلينا في شرم الشيخ وخلاص، مش لازم بره مصر، بيبقى يعني في طلبات اقل شويه، بيبقى عندها خبره برضو يعني، خبره بالجواز وخبره بالتربيه الاولاد والحاجات دي. لما شفت الفنان احمد السعداني ودينا الشربيني وريهام عبد الغفور ان هو خانها مع اختها، انا استغربت قلت اكيد تمثيل، وحتى انا كنت متابع السعداني ودينا على تويتر، كلهم بيكتبوا على تويتر يعني، قال لك يا جماعه احنا بنمثل يا جماعه، ده مش هم الناس بتلوم احمد السعداني على في الدور ده، فهو كان تمثيل، الموضوع ما كانش حقيقه يعني. فلقيته في الواقع بقى اكتر من حاله على فكره مع الاخت نتيجه، وحتى حذرت من حكايه ان هو بتلاقي مثلا الاخت عندها 18 سنه تدرس مثلا، هي كانت مثلا في من الفيوم احد المحافظات يعني، تدرس في جامعه القاهره وعين شمس، فهم عايشين في القاهره، فبتيجي تسكن معاهم فترات طويله سنه كامله، والزوج الزوجه تكون ساعات في اوقات معينه مش موجوده، عندها ظروف معينه، والزوج هنا شويه بدا يبص يعني، ما هو بياكل مع بعض ويشرب مع بعض، وهي لابسه مثلا لبس البيت وكده براحتها، فممكن الوضع ده مش مظبوط قوي. يعني دي كانت من نصائح الحياه الاقرب. حاجه برده كان واحده جابت حته كوميديه شويه، كان جابت 5 كيلو موز، هو جاب 5 كيلو موز يعني، وحطهم ده لمراته عشان تقريبا نسيتهم في حته يعني، فالموز اسود وباظ، عم طلقها على 5 كيلو موز يعني، ما اعرفش كان بكام بجد طلقها. مره برضو ما هو ما حدش بيحتمل الثاني يعني. مره برضو كان هو عازم اصحابه تقريبا على القهوه، قلت لها يمكن، فالقهوه كانت تقريبا من غير وش او مش مظبوطه شويه او زياده، ولخبطت في القهوه يعني، عادي كان حلها انه تعمل قهوه ثانيه يعني، بعد ما مش راح مطلقها على طول كده. فدلوقتي الحياه بقت غريبه جدا، لان الناس مش محتمله بعضها. كان زمان ايام ماما وبابا وكده كان بيحتملوا كتير، ايه المشكله لما تحصل غلطه؟ ما احنا برضو لازم، احنا بشر والبشر خطاؤون، لازم انا افوت ليكي وانت تفوتي لي، انا هغلط اعتذر مفيش مشكله يعني، لازم نشيل بعض شويه ونفوت لبعض، يبقى عندنا مساحه من التسامح ومساحه كبيره من الحب. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب عشان يوصل لكل فيديوهاتنا الجديده من انتي وبس.